السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث. هذه الحلقه سنناقش فيها مستجدات الاحداث السياسيه وايضا الميدانيه في محافظه الحديده، خصوصا بعد ان تمكنت القوات الحكوميه المدعومه من التحالف من اقتحام مطار الحديده. أكد قائد جبهة الساحل الغربي سيطرة قوات الجيش على مطار الحديدة الدولي بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي. وفي السياق ذاته قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي استحدثت أنفاقا وخنادق في عدد من شوارع مدينة الحديدة. تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني في المحافظة، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى الإبقاء على مينائي الحديدة والصليف مفتوحين للمساعدات الإنسانية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين. الأول، البعد الاستراتيجي لهذه المعركة بعد تمكن القوات المدعومة من التحالف من اقتحام المطار، وانعكاس المعارك على المشهد السياسي وحضور السلطة الشرعية. ومشاهدينا سنتابع سويا هذا التقرير، ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. في تغير متسارع لشكل معركة الحديدة، تمكنت قوات الجيش والمقاومة المدعومة من التحالف من اقتحام المطار، وذلك بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي. الحديدة التي تتمتع بأهمية بالغة يمثل السيطرة عليها متغيرا في موازين القوى، لا سيما وأن ميناءها كان وما يزال يمثل عقدة الأزمة بعد سيطرة الحوثيين عليه واستغلاله لأغراض حربية. وعلى الرغم من التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية في المحافظة، إلا أن المصاعب الجغرافية ما تزال تمثل عائقا كبيرا بالنظر إلى طبيعة الأرض الصحراوية الممتدة، علاوة عن كمية الألغام التي زرعها الحوثيون في محيط المطار وداخله. وفيما تتجه الأنظار إلى طبيعة المعركة وانعكاسها على المشهد السياسي، لا تزال المنظمات الدولية تحذر من كارثة إنسانية ستخلفها المعركة نتيجة عرقلة الأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى حجم الضرر الذي سيلحق بالمدنيين. وفي الوقت الذي ينظر إلى معركة الحديدة باعتبارها أهم المعارك خلال العامين الماضيين، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال اجتماع لمجلس الأمن عن أمله في أن تستأنف مفاوضات السلام بين أطراف النزاع الشهر المقبل. مجلس الأمن الدولي دعا إلى ضرورة الإبقاء على ميناء الحديدة مفتوحا للأعمال الإنسانية، مطالبا أطراف الأزمة باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني. مراقبون قالوا إن الكلفة الإنسانية للمعركة في حال طالت مدتها ستصب في صالح ميليشيا الحوثي، التي من الممكن أن تعود حينها إلى طاولة المفاوضات حاملة مبررات عديدة لوجودها العسكري وانقلابها. تغيرات عديدة انتجتها معركة الحديدة، انهزام متسارع لميليشيا الحوثي وضغوط كبيرة يواجهها التحالف العربي، فيما يظل السؤال عن مستقبل المشهد الإنساني والسياسي قائمة إلى ما ستنتجه المعركة في المدينة. مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الحديدة الرائد بهاء خليفة قيادي في لواء تهامة الثاني. سيد بهاء مساء الخير. مساء النور عزيز. أهلا بك سيد بهاء، يعني ضعنا في تفاصيل معركة مطار الحديدة، وما هي المناطق التي تمكنت القوات من السيطرة عليها في المطار حتى الآن؟ السلام عليكم، تحية للمقاومين الأبطال من أبناء تهامة. حقيقة الأمر هناك معارك شرسة تدور في حرم المطار. لا يخفى عليكم أن مطار الحديدة يضم المطار العسكري والحربي واللواء 67 دفاع جوي. وإلى الآن وبفضل الله سبحانه وتعالى القوات التهامية مسنودة بإخوتهم الجنوبيين من أولويات العمالقة سيطروا على المطار الحربي والمعسكرات الموالية له، ويتجهون صوب المطار المدني. وإلى الآن لا زالت العمليات والمعارك مستمرة، التمشيط لا يزال إلى الآن مستمر، فريق الألغام الهندسي ما زال أيضا مستمر في نزع العبوات والألغام، كميات مهولة جدا غير سابقة، والمعركة هي معركة إنسانية في حقيقة الأمر. عملية تحرير الحديدة هدفها الرئيسي الإنسان اليمني،
رفع المعاناة عنه والإسهام في التخفيف من المأساة، مأساة حقيقية عاشوها أبناء هذه المحافظة من قمع ومارسة الميليشيا الحوثية الإيرانية. وبإذن الله سينتهي هذا بتحرير المحافظة ومن القوى الميليشيا، وبإذن الله في القريب العاجل كل هذا. نعم، لكن سيد بهاء يعني ربما يعني وجودك معنا هو حرص على أن نحصل منك على معلومات أكثر دقة. إذا ما ذهبنا لبعض وسائل الإعلام هي تصور المعركة أن القوات أيضا قد حسمت الأمر في الحديدة، وأيضا بالنظر لوسائل إعلام الميليشيا تتحدث أن القوات ما زالت في المخا. نريد معلومات دقيقة حول المطار، يعني هل بالفعل تم السيطرة عليه كليا وبالتالي لا وجود لميليشيا الحوثي في هذا المطار، والمعارك يعني باتت بمناطق أخرى بعيدا عن المطار؟ ولله الحمد استكمل تحرير المطار، انخلاف المطار المدني اخر مراحل المطار واخر مواضع له، وعازمون الابطال على تحريره، وهذا في الساعات القليله القادمه. هناك صعوبات نوعا ما بالنسبه للالغام وكميه العبوات، خنادق حفرت لكسر الزحف المتواصل للابطال المتواجدين هناك، ولكن كلها باعت بالفشل. في حقيقة الأمر جماعة الحوثي ليس لها النية في الحل السياسي، وهي عداة في يد دولة إيرانية، دولة إيران، ولا تمتلك القرار الاتخاذي في أي تسوية سياسية. ليس هناك مؤشرات توحي لذلك، وما يمارسون اليوم في تهامة من حشد مقاتليهم وتفتيخ الطرق وتلغيمة اعتراق الناظم لأسلحة المنازل والفنادق والمباني المعتلية المجاورة للمطار وداخل المدن. هم ليسوا إلا ميليشيا مسلحة، جماعتهم متعطشة للدماء، ولذلك لا حل معها سوى الحزم العسكري. هذا ما عزموه ابطال المقاومه الجنوبيه وابطال المقاومه التهامه، وباذن الله سيكون الحزم سيد الموقف في الساعات القليله القادمه. نعم، اذا ماذا بعد المطار سيد يعني بهاء؟ يعني هل ستستمر المعارك يعني ام انه سيتم بالاول تامين المطار ومن ثم ستكون هناك خطط اخرى؟ الوضع الانساني هناك متدهور، ولهذا فالقوات التهاميه والجنوبيه عازمون على تحرير هذه المدينة من الميليشيا. الميليشيا حاصرتهم وجوعتهم، الوضع الإنساني للأسف من سيء إلى أسوأ. نعم. وفرضوا عليهم حصار، فرضوا عليهم إقامة شبه جبرية، ولكن أخي العزيز التهامة والعملية الجنوبية عازمة على التحرير بإذن نعم. الله. لكن بعد المطار يعني هل يعني سيتم التوجه الى عمق المدينه ام ان يعني سيتم استمرار تقدم القوات على شريط الساحلي وبالتالي الوصول الى الميناء؟ الخطه مدروسه مسبقا، الاشتباكات ستطال كل ارجاء المدينه. نحن عازمون على التقدم، ولكن الميليشيا اليوم تخلق من المدنيين دروع بشريه لحمايتهم من استهدافا من قبل الابطال وصقور الجو. ما يحصل في حرم المطار هو أشبه بإغلاق السكينة، إغلاق منافذ التقدم، ولكن الأبطال عازمون. نحن نناشد الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتكليف الدعم لأبناء تهامة وتمكينهم، أسوة بألوية العمالقة أبناء الجنوب. أبناء تهامة قدمنا خيرة شبابنا ورجالنا من أبطال المقاومة، ابتداء من جبهة الهامي ويقتل آخرهم كان الشهيد البطل، من عيلهم الشهيد البطل حسين البوخمي أركان حرب اللواء الثاني. لا يخفى على أحد أنه استشهد في معركة دفاع خطوط إمداد معركة الحديدة. نحن أصحاب الأرض ونحن من سيحرر هذه الأرض. جنودنا الأشرس يزحفون صوب مركز المحافظة ومدينتها استكمالا للانتصارات السابقة التي تحققت في الأيام القليلة الماضية. نعم، لكن سيد بهاء هل توجد معارك أمامكم يعني غير معركة المطار حاليا؟ بالتالي يعني هل هناك جبهات أخرى على مشارف الحديدة متزامنة؟ في هناك قوة اتجهت صوب مديرية الدريهمي، والقوة الأخرى اتجهت باتجاه دوار كيلو 7 الذي يصل إلى مستشفى 22 مايو. في تقدمات للأبطال رجلا، لأن خطوط نسقات الدفاع للميليشيا هي عبارة عن ألغام وعبوات وتمشيطها يستغرق وقت، والأبطال عازمون حفاق عازمون بإذن الله. نعم، بالنسبة للميناء يعني هل بالإمكان يعني أن نسمع أخبار خلال الساعات القادمة بوصول القوات، خصوصا أن المساحة ما بين المطار والميناء هي أقل من مساحة المطار ذاته؟ بالفعل من سقط في معركة المطار وهزم سيهزم في معركة الميناء، ومن انتصر في المطار
الذي هو سكنة عسكرية يعتبر للميليشيا بيت محصن وقلعة حصينة لهم، وسقطوا بعزيمة الأبطال وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبإثناف من سطر الجو، وبإذن الله سيسقطون في الأيام القليلة، سيسقط الميناء وستتحرر من أيدي الميليشيات بإذن الله. أشكرك الرائد بهاء خليف قيادي في اللواء الثاني تهامة، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا الآن من مسقط العاصمة العمانية الباحث السياسي عبد الله الغيلاني. دكتور مساء الخير. مساء الخيرات لك وللمشاهدين الكرام، مرحبا بكم جميعا. أهلا بك دكتور. يعني الأخبار الواردة من محافظة الحديدة تقول بأن القوات تمكنت من السيطرة على المطار وأنها متجهة نحو المدينة، كيف تنظر إلى طبيعة معركة الحديدة وأيضا انعكاسها على المشهدين السياسي والإنساني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو واضحا أن المعركة في مرحلتها الأولى متجهة إلى الحزم، يعني قوات التحالف والقوات التابعة لها، نعم، سواء كانت قوات إقليمية أو يعني القوات الحكومية. نعم. أنا لا أدري ما مدى يعني مشاركة القوات الحكومية في هذه المعركة، ولكن القوات التي يعني يقودها التحالف واضح أنها يعني تتجه إلى حزم المعركة في مستواها الأول، بمعنى أن يعني هذه القوات يمكن أن تحسم المعركة لصالحها وأن تستعيد الحديدة، لكن هذا لا يعني انتهاء المعركة لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري. الحديدة تمثل أهمية استراتيجية بالغة للحوثيين، فعلى المستوى الاستراتيجي هي الرئة التي يعني يتنفس منها الحوثيون، كل ما يدخل إلى الحوثيين يأتي عبر الحديدة. على المستوى السياسي كذلك، هذه ربما تأتي في المرتبة الثالثة بعد صنعاء وبعد صعدة، فأحسب أن الحوثيين لن يفرطوا في الحديدة بهذه السهولة، ربما تنتهي المعركة على المستوى المواجهة المباشرة، ولكن سينتقل الحوثيون إلى يعني نوع آخر من القتال، القتال عبر يعني حرب العصابات والانتشار في يعني أجواء أو في أرجاء المحافظة وأرجاء المدينة. نعم. المعركة قد تحسم قريبا على المستوى العسكري، ويتم السيطرة على المطار وعلى الميناء أيضا، ولكن سوف تنتقل إلى نوع آخر من القتال. نعم. وكما قلت يعني أنها تمثل أهمية بالغة استراتيجيا وسياسيا للحوثيين، وبالتالي لا يمكن أن يفرطوا فيها بهذه السهولة، وأحسب أن القوم قد أعدوا العدة لقتال طويل ومنازلة طويلة في الحديدة. نعم، لكن باعتقادك دكتور ما مدى حضور الشرعية في هذه المعركة؟ يعني وهل سيكون لها يعني حضور شرعية شبيه بحضورها في معركة تحرير عدن؟ على المستوى الميداني لا أملك معلومات دقيقة عن مستوى مشاركة الجيش الوطني في هذه المعركة، ولكن على المستوى الاستراتيجي والسياسي والقيادي يبدو أن الشرعية غائبة تماما. وزيارة الرئيس هادي الأخيرة إلى أبو ظبي قد تم تسوية يعني هذه المسألة، بحيث تعلن الحكومة الشرعية تأييدها لمعركة الحديدة في مقابل يبدو يعني تسويات معينة، لا أعلم تحديدا ما هي هذه التسويات، ولكن يعني قطعا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاستراتيجي لا يبدو أن هناك حضورا معتبرا للحكومة الشرعية اليوم. الذي يقود هذه المعركة هي التحالف، الإمارات العربية المتحدة تحديدا، وهناك الألوية والقوات التابعة للإمارات، فليس هناك حضورا استراتيجيا، بمعنى أن الحكومة الشرعية ليست شريكة في اتخاذ أو في صناعة القرار الاستراتيجي لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري. قد تكون هناك بعض القوات الرمزية التي تمثل الحكومة، ولكنها قطعا ليست هي التي تقود هذه المعركة. وهذا ينقلنا إلى مرحلة ما بعد سقوط الحديدة وتحريرها من الحوثيين، ما الذي سيكون عليه الوضع السياسي والإداري في هذه المحافظة؟ الغالب أنها سوف تلحق يعني بالجنوب، وسيكون الوضع فيها أشبه بالوضع الذي جرى ويجري الآن في عدن والمناطق المجاورة لها. نعم، لكن دكتور أيضا إذا ما نظرنا لزيارة الرئيس هادي وأيضا تصريحات الرئيس حول هذه المعركة الدائمة والحديث عن أنه مشرف بشكل رئيسي على سير المعارك بالحديدة، كيف نفهم هذا؟ أستبعد أن يكون الوضع كذلك، وهذه الزيارة كما قلت لك أنه ربما تم تسوية المسألة على نحو ما، بحيث أن الحكومة تبدي تأييدها لهذه المعركة وتظهر وكأنها هي حاضرة في قلب هذه المعركة، ولكن المعطيات على الأرض
تشي على نحو واضح أن الحكومة الشرعية ليست هي من يقود هذه المعركة، لا في بعدها الاستراتيجي العسكري ولا في بعدها يعني السياسي، ولكن كان ضروريا يعني شراء موافقة الحكومة على هذه المعركة وإعلان تأييدها وإسنادها لما يجري ميدانيا، ولكن على المستوى القيادي لا يبدو أنها حاضرة. على أي حال هذا الأمر سوف يتبدأ بعد سقوط الحديدة في يد التحالف وتحريرها من الحوثيين، سوف تظهر المسألة على نحو جلي، ونعلم يقينا يعني من الذي سيستلم إدارة المحافظة على المستوى السياسي وعلى المستوى الإداري وكذلك على المستوى الإنساني، أن هذه المعركة سوف تخلف آثارا إنسانية بالغة على التحالف وعلى الحكومة الشرعية وعلى المجتمع الإقليمي والدولي أن يحضر نفسه لمأساة إنسانية في الحديدة بعد أن ينجلي غبار المعركة. نعم، إذن تكرم البقاء معي دكتور، أشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا من عدن حيدر الكازمي ناشط سياسي. سيد حيدر مساء الخير. مساء النور حمد. أهلا بك سيد حيدر، يعني كيف يمكن لمعركة سيطرة على مطار الحديدة أن تساهم في تحرير المدينة، وما انعكاس ذلك على مستقبل الأزمة السياسية؟ أستطيعكم الخير، كما تفضل الأخ وتفضل الأخوة، معركة سيطرة على المطار الحديدة مهمة، وكما نعلم هي تعرى من المدينة بذاتها، طرقات ومداخل رئيسية لمدينة الحديدة إلى مدينة الحديدة في مثلا، ويصل إلى منتصف. نعم، إذن يبدو أن هناك مشكلة بسماعك بشكل جيد سيد حيدر، سيتم معاودة الاتصال بك مرة أخرى. أعود للدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور، يعني كيف تنظر إلى رفض الحوثيين لمقترحات المبعوث الأممي بتسليم الميناء للجنة تابعة للأمم المتحدة؟ يعني برأيك على ماذا تراهن الميليشيا في هذا الموقف؟ هذا المشروع هو مشروع قديم لم يطرح الآن، طرح منذ يعني نحو عام أو أكثر من ذلك، ولكن الحوثيين رفضوا تسليم الميناء رغم أن هناك تهديدا لهم، ولكنهم أصروا. على أي حال المشروع الأخير الذي يعني زعمت الأمم المتحدة أنها قدمته للحوثيين، الحوثيون نفوا ذلك، قالوا نحن لم يقدم لنا مشروع بتسليم يعني الميناء. وأيضا حتى لو قبل الحوثيون الآن في هذه اللحظة الحرجة، حتى لو قبلوا بهكذا مشروع، فإن التحالف في هذه اللحظة لن يقبل بذلك. التحالف الآن يبدو أنه على بعد خطوات قليلة من إسقاط يعني من إخراج الحوثيين من الحديدة وانتزاعها منهم، فليس هناك ما يجعل التحالف يقبل يعني بهكذا مشروع. كذلك يعني فيما يتعلق بهذه الأطروحات، سواء تسليم الحديدة للأمم المتحدة أو طرحها السياسي، يبدو يعني أنها جعجعة بلا طحين. لم يقدم إلى هذه اللحظة مشروعا سياسيا متماسكا يمكن أن يلتقي عليه الفرقاء. أما فيما يتصل بالحوثيين، كما قلت لك أن الحوثيين يعني ليس عندهم بعد الحديدة إلا حجة، وحجة ليست مؤهلة فنيا لأن تكون ميناء يمكن أن يدخل عبره يعني كل ما يحتاجون إليه وبالذات التسليح، وبالتالي فهم متمسكون وسيبقون متمسكين بميناء الحديدة، إذ أنه يمثل الرئة التي يتنفس منها النظام في شمال اليمن. نعم. وسقوط الحديدة سوف يعني الكثير. لكن سقوط هذه المحافظة دكتور، يعني هل سيغير من مواقف الحوثيين تجاه العملية السياسية إذا ما سقطت هذه المحافظة، يعني وتم يعني عودة المبعوث الأممي مجددا للبحث عن وسائل لاستئناف المفاوضات من جديد؟ هل سيقابل بالتعنت كما قوبل من قبل؟ قطعا، يعني هذه المعركة معركة الحديدة سوف تكون لها انعكاسات ويترتب عليها تحولات جذرية في ميزان القوى، وأحسب أن الحوثيين سيعودون يعني تموقعهم على المستوى السياسي وعلى المستوى الاستراتيجي، إذ أنهم لن يكونوا بنفس القوة التي هم عليها الآن. ولكن هذا أيضا يتوقف على السيناريو الإقليمي والدولي. ما هو السيناريو المتفق عليه إقليميا ودوليا؟ هل المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي يسيران نحو التوافق على حل سياسي؟
هل هناك يعني قد انعقد العزم على اسقاط الحوثيين واعاده الحكومه الشرعيه الى شمال اليمن؟ يعني كل هذه الاسئله الاجابه عليها المتفق عليها والتي لا تبدو انها واضحه. الذي يرشح اليوم ان يعني هناك اتجاه نحو التقسيم. نعم. فالحديدة اذا ما حررت من الحوثيين وتم اعادتها الى التحالف فقطعا سيكون مصيرها مصير عدن وابين وشبوة ويعني كل هذه المناطق التي حررت، او ربما تكون هي تعز الاخرى. تعز. نعم. الان منذ بضع سنوات لم تنجز فيها عملية التحرير، وهي ليست يعني مستحيلة وليست صعبة. نعم. ولكن هناك سيناريوهات سياسية تحكم هذا العراق العسكري. انا كما قلت لك ان الحديدة المعركة على المستوى الاستراتيجي قد تنجز، ولكن ستتحول إلى معركة أخرى، وسيطول أمد تحرير الحديدة كما هو الحال. ربما نشهد حالة مشابهة لحالة تعز، ولكنها قطعا سوف يعني تحدث تحولات جذرية في ميزان القوى وفي إعادة موقع الحوثيين فيما يتصل بنظرتهم إلى الصراع. نعم. طيب يعني دكتور، ما هي الخيارات أمام القوات المدعومة من التحالف يعني تجنب أو تجنيب المدنيين من التبعات الكارثية على الصعيد الإنساني في هذه المعركة؟ هذه القوات تستطيع أن تتجنب استهداف المدنيين، وأرجو ألا نشهد ما شهدناه في مناطق أخرى، إذ أن المدنيين منذ أن بدأت هذه الأزمة وإلى هذه اللحظة يستهدفون، وقد حصدت يعني عشرات الآلاف من الأرواح البريئة. التحالف يستطيع، ولكن هل سيكون التحالف حريصا؟ أنا أرجو أن يكون الأمر كذلك. يحتاج إلى معلومات استخبارية دقيقة، يحتاج إلى قرارات عسكرية أكثر دقة، يحتاج إلى يعني رؤية سياسية بحيث أنه يتجنب الدخول في يعني إزهاق أرواح المدنيين. هل سيكون التحالف حريصا على ذلك؟ ما شهدناه في مناطق أخرى يقول بعكس ذلك، ولكن الحديدة لها اعتبارات معينة. هذه منطقة مكتظة بالسكان، والمعارك اللي الآن تدور في أحياء مدنية. أجواء المطار ويعني محيط المطار هو محيط مكتظ بالسكان، وقد شهدنا يعني نزوحا مكثفا للمدنيين. والمعلومات إلى هذه اللحظة معلومات شحيحة، ولكن أحسب بعد أن تنجلي المعركة يعني أرجو أن لا نفاجأ أن الخسائر المدنية كثيرة، وأرجو من التحالف أن يعني يراعي هذه المسألة، ولكن لاعتبارات موضوعية صرفة. الاكتظاظ السكاني، الكثافة السكانية، يعني طبيعة المعركة التي تدور في بعض أحياء المدن، أحسب أن الخسائر الإنسانية سوف تكون خسائر باهظة. نعم. إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث السياسي، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. في الختام مشاهدينا أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا الرائد بهاء خليفة قيادي في اللواء الثاني تهامة، والشكر أيضا لضيفنا الذي لم نستطع التواصل معه حيدر الكازمي الذي فقدنا الاتصال به. في الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.